يحتفل المسلمون بعيدين هما الفطر والأضحى. أما الشيعة فلديهم العيد الأهم، عيد الغدير، عيد بيعة علي بن أبي طالب. وبدلاً من الاحتفال به في المدينة المنورة، يتم الاحتفال به في العتبات المقدسة عند أضرحة أئمة الشيعة. إليكم القصة بالتفصيل في ملخص القصة. في 18 من ذي الحجة في العام 10 من الهجرة، وأثناء رجوع المسلمين من رحلة الحج في طريقهم إلى المدينة، توقف الرسول في منطقة غدير خم وألقى بعض الوصايا للمسلمين، ثم أشاد بفضل علي بن أبي طالب وأمسك يده ورفعها عاليا وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. اعترف الرسول بفضل علي وجهاده في السنوات الأولى للإسلام، لكنه ترك أمر اختيار خليفته للمسلمين، إلا أن الشيعة تمسكوا بهذه الكلمات وصنعوا منها الأمجاد والأعياد. اعتبر الشيعة الإمامية كلمات غدير خم حدثاً مفصلياً في بناء المذهب الشيعي برمته، وتطرف زاعمين أن كلمات الرسول أمر إلهي لمبايعة علي. أما بالنسبة للسنة فاعتبروه أمرا نبويا بإظهار الحب والمودة لعلي بن أبي طالب، وأن النص لا يوجد فيه ما يجعل منه خليفة. تمادى الشيعة بدورهم في تقديس الحدث، زعموا وجوب أن يتم الاحتفال بعيد الغدير منذ العام 10 من الهجرة، أي في حياة الرسول. لكن للتاريخ رأي آخر، فأثبت أن أول من احتفل بعيد الغدير هم سلاطين بني بويا سنة 352 هجرية. نسج الشيعة الإمامية القصص والأساطير حول ذلك، فقالوا إنه عيد يستحب فيه الصوم وقراءة دعاء الندبة ونشر البهجة والسرور. وأقر ذلك الإمام السادس جعفر الصادق والإمام الثامن علي الرضا، بل جعلوه العيد الأهم في تاريخهم. ومر الاحتفال بثلاث مراحل، الأولى في العصر البويهي، حيث لجأ السلاطين الشيعة الزيديين إلى إحياء عدد من الشعائر المذهبية والطقوس الشيعية. المرحلة الثانية في عصر الفاطميين والإسماعيليين في مصر في القرن الرابع الهجري، احتفلوا به بتزويج اليتامى وتوزيع الكسوة على الفقراء. أما المرحلة الثالثة والأكثر أهمية في تقديس عيد الغدير فكانت في بلاد فارس في مطلع القرن العاشر الهجري على يد الصفويين الذين حكموا إيران بمنهج التشيع الإمامي الاثني عشري، واتخاذ العيد مناسبة لمناهضة السنة. نشرت الاحتفالات الصاخبة، وبدلاً من زيارة مسجد الرسول زاروا العتبات المقدسة والأضرحة الخاصة بأئمتهم. ونشر الاحتفال بعيد الغدير في الدول التي يعتنق شيعتها مذهبهم. ففي العراق يحتفل الشيعة مثل شيعة إيران بزيارة مدينة النجف الأشرف وضريح الإمام الأول. وإذا أردتم أن تعرفوا من يتبع منهج طهران الشيعي، ابحثوا عن المحتفلين بعيد الغدير. ففي لبنان يقتصر الاحتفال على نسبة صغيرة من المؤيدين لحزب الله ولنظام الولي الفقيه في طهران. وشيعة سوريا يحتفلون به بالرغم من اختلاف طوائفهم كالإسماعيلية والأغانية والعلوية، وبأسماء مختلفة مثل عيد الولاية وغيرها. حتى شيعة اليمن من الزيدية اعتنقوا مذهب طهران في السنوات الأخيرة، من التابعين لجماعة أنصار الله التابعة لطهران أيضا. كلمات الرسول الخالدة تحولت إلى عيد مقدس أكثر من عيدي الفطر والأضحى، فتحولت الحادثة من إشادة إلى فرقة وضلال.